فريقين يستاهلوا الوصول لهذا النهائي. أنا شخصيا أشجع فريق الحمزة لأنه كونه أصدقائنا ومعارفنا. طبعا هذه اللعبة لها ميزة خاصة غير كرة القدم، بالإضافة لكرة القدم. طبعا كرة القدم هي اللعبة الأولى بالعالم، مو بس عنها. لعبة كرة الطائرة فيها ميزة، فيها قوانين جديدة عم نتعرف عليها، لعبة جديدة على منطقتنا. أنا أشجع هذه اللعبة ودائما أجي أحضر هذه المباريات، وأتمنى تكون هاللعبة بشكل مستمر في منطقتنا. صار الدوري راح وهذا الدوري الجديد صاروا نبلش 3 أشهر. والله تتوقع فريق الحمزة يفوز. ليش هو اللي يفوز تتوقع؟ يفوز لأنه عنده حماس وهيش وضع ممتاز يعني باللعبة. مديرية الرياضة أنشأت بطولة من اسمها دوري الخريف من 8 فرق بنظام المجموعة الواحدة، تأهل أول 4 نصف نهائي. نحن فريق الحمزة تصدرنا المرحلة الأولى، لعبنا في النصف نهائي وتأهلنا على النهائي بفضل الله، ولكن في المباراة النهائية ما حلفنا الحظ، ففاز فريق الجزيرة في هالبطولة من بيركلين لأن صراحة كانوا بيستاهلوا. والله الحمد لله توقعنا نوصل ووصلنا، ولكن بصعوبة احنا والفرق الباقية، وبده تعب وبده شوي اللاعبين كل من يشد حيله، والروح الجماعية وتجمعنا وشدينا حيلنا، والفريق الثاني الله يعطيهم العافية كمان تعبوا يعني، ولكن الحمد لله. هي مو مستغربي، ولكن نحن عم نلعب في ظروف صعبة، يعني كل العالم تعرف ان كرة الطائرة بدها صالة مغلقة، لان اذا كان في هواء او كان في امطار فبتعاني اللاعبين. يعني نحن هاي البطولة مطلقينها من الشهر 11 تقريبا، اليوم لانتهت بسبب الاحوال الجوية، يوم المطر كان في تأجيل، يوم الهواء كان في تأجيل، فعدلنا 4-5 شهور لا خلصنا البطولة، مع انها هي بتخلص في شهر ونص. فهي الصالة المغلقة الصعوبة الوحيدة اللي تواجهها الرياضة. مودي